كشفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الأحد أن زعيم البلاد كيم يونغ أون أشرف بنفسه على اختبار سلاح تكتيكي موجه تم تطويره حديثاً. تعد التجربة هي الثالثة من نوعها لكوريا الشمالية في هذا العام، وأعلنت بعد يوم واحد من إعلان كوريا الجنوبية أن الشمال أطلق ما يبدو أنه صاروخين من الصواريخ البالستية قصيرة المدى.